عالم محدث وجامع للقرآن الكريم، من أئمة الصحابة الكرام ومن الفقهاء المقرئين، فارس من رماة القادة الفاتحين، ووالي من ولاة الإسلام المعدودين. لنا رواية اليوم مع الصحابي الجليل مفتي مصر وحاكمها عقبة بن عامر الفارس العالم. هو عقبة ابن عامر الجهني، قبل إسلامه كان يمتهن مهنة الأنبياء وهي رعي الغنم بالمدينة، وبعد إسلامه أصبح من فرسان العلم. كان الصحابي عقبة ابن عامر راعيا للغنم وامتهن مهنة الأنبياء، كيف جاء إسلام؟ لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة كان عقبة يشتغل برعي الغنم، فسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام فصار إليه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم تبايعني على هجرة، فوافقه على ذلك وبايعوا على الهجرة. الرسول صلى الله عليه وسلم هو لا يعرفه، فقال من أنت؟ قال أنا عقبة ابن عامر الجهني. النبي يعرف الأنساب، نعم، ويعرف مواطن القبائل، نعم، يعني فلما سمع كلمة الجهني علم أنه ليس من أهل المدينة بل أنه من الأعراب خارج المدينة، نعم، يعني. فقال له النبي بيعة أعربية أم بيعة هجرة؟ نعم، المبايعة هل تعود إلى قومك أم تفعل ما فعله المهاجرون بأذهاب إلى المدينة وتعيش معنا ويعني وتستقر في المدينة؟ نعم. فقال بل بيعة هجرة يا رسول الله. لكن يبدو أن عقبة لم يكن يدرك معنى هذه الكلمة، نعم، لأنه بعد البيعة عاد مرة أخرى إلى رعاية الغنم، وكان معه 12 من يعني رعاة الغنم معه، ويبدو أنه عرض عليهم الإسلام فأسلموا جميعا. كيف جاء حرص الصحابي عقبة بن عامر وزملاؤه في أن يلحقوا بالنبي ويتعلموا منه وينهالوا من علمه؟ كانوا 12 رجلا يشتغلون برعي الغنم، فكان كل واحد يطرق غنمه عند عقبة لحبه للرعي ولحبه لمهنته، ويذهب ويتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى حدثته نفسه في يوم من الأيام فقال ويحك يا عقبة، أمن أجل غنيمات لا تثمن ولا تغني تجلس هاهنا وتترك رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه؟ فترك كل شيء ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني ترك كل ملذات الدنيا وكل ما في الدنيا من أمور ليذهب إلى رسول ويتعلم ويزداد علما ومعرفة وإيمان. وكان قرار شخصي منه أنه هو يصاحب الرسول عليه الصلاة والسلام، ودي من القرارات المهمة اللي ممكن إحنا نتعلم منها. إحنا نختار مين نصاحبه، نختار مين نتعلم منه. من ملازمة ومشاركة الصحابي عقبة بن عامر للنبي تعلم الكثير، ما هي أبرز السمات اللي تعلمها من النبي؟ كان بيهتم بإزاي أن أنا أقدر أحسن من سلوكياتي، إزاي أن أنا أقدر أن أنا أعالج الأخطاء اللي أنا ممكن أقع فيها. وكمان النبي كان قال له على حاجة جميلة جدا أن هو يعملها باستمرار ويداوم عليها، اللي هو فضل قراءة سورتي الناس والفلق. نعم. وكان بيقول له أنت أول ما تصحى من النوم لازم تقراها، وأول ما قبل ما تنام لازم برضو تقراها، ودي تكفيك من كل سوء ممكن يحصل لك في حياتك. كان عقبة من أحسن الناس صوتا بالقرآن، فتصغى لترتيله أفئدة الصحابة الكرام، وتخشع له قلوبهم، وتفيض عيونهم بالدمع من خشية الله. العلم والإيمان والقرآن في حياة الصحابي عقبة بن عامر كان من أحسن الناس تلاوة للقرآن، وأيضا كان من أحسن الناس رواية للحديث. كان صوته حسنا رضي الله عنه وأرضاه، لدرجة أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطلب منه أن يسمعه شيئا من القرآن الكريم، فكان يقرأ عليه، وكان سيدنا عمر يبكي حتى تنزل الدموع على لحيته رضي الله عنه وأرضاه. وكان دايما سيدنا عمر كان بيستمتع جدا بتلاوته للقرآن الكريم، وأحيانا كان بيبكي كتير من كتر حلاوة تلاوة هذا القرآن. هو كان صوته جميل في القرآن، حفظ القرآن، علم سيدنا الحسين القرآن. فكان عقبة يعني يعي الفرائض والمواريث وعيا كبيرا. أيضا أن عقبة كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يقف على باب النبي، وكان هو الذي يأذن لبعض الناس للدخول على النبي. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من الأحاديث، لعل من أهمها مثلا قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عقبة
يعني إني آمرك أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تعفو عن من ظلمك. وفي هذا نزل قول الله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. في حياة الفارس عقبة وقفات مضيئة في فن الفروسية والرماية، فأصبح من أحد فرسان الصحابة الأوفياء، بل إنه روى أحاديث عديدة في هذا المضمار بقوة العلم وعبير المعرفة. الوقفات المضيئة في حياة الصحابي عقبة بن عامر، حيث أنه كان شجاعاً قداماً، شارك في الكثير من الغزوات والفتوحات التي استمرت من عهد النبي حتى عهد الخلفاء. نعم، عقبة كان ماهراً جداً في الرمي بالسهام. نعم، كان بارعاً في هذه المسألة، وربما كان أحد الخمسين من الرماة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم على جبل عنين في غزوة أحد. حتى وهو كان في وقت الفراغ بالنسبة له كان هو بيحب دايماً أن هو يمارس الرماية. حتى هو شيخ كبير كان يمارس حتى الرماية. حتى هو كبير لغاية لما هو توفى حتى كمان. لدرجة أنه هو من أوائل الذين رووا أحاديث الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبه للجهاد والتضحية في سبيل الله. يعني جاهد بفروسيته وشجاعته، وأيضاً روى أحداث الرسول في الجهاد. نعم، وشارك في كثير من غزوات، يعني العلماء يقولون من بداية غزوة أحد وإلى أن مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو يشارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الغزوات. حتى بعد ذلك في عهد سيدنا أبي بكر الصديق شارك في فتوح الشام. لم يجد أبو بكر الصديق أفضل ولا أشجع من علي بن أبي طالب وعقبة بن عامر، فعينهما يعني لحراسة المدينة المنورة بعد خروج الجيوش في محاربة المرتدين. عقبة أيضا شارك في فتح الشام، فدخل الشام في جيش عمرو بن العاص. أيضا شارك عقبة في فتح بيت المقدس. نعم، وروى قصة دخول عمر بن الخطاب إلى بيت المقدس وكيف أنه تسلم مفاتيح بيت المقدس من الرهبان اللي كانوا موجودين في بيت المقدس في ذلك الوقت. تولى عقبة بن عامر إمارة مصر لأكثر من سنتين، ويعد أول من تصدر للفتوى بها وأشهر من أفتى من الصحابة، وعرف بخطه الجيد وكتب مصحفا بخطه. كان الصحابي عقبة بن عامر مشاركا في فتح مصر، وكان واليا عليها وأول مفتي في مصر. لمهارة عقبة بن عامر وشجاعته وفروسيته عهد إليه عمرو بن العاص بفتح الصعيد، فالذي فتح الصعيد هو عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وأرضاه. هل تعليم النبي له أثرت في أن يكون مفتي مصر؟ من شجاعته ومن حكمته ولي على مصر في فترة من الفترات، ودي لوحدها موقف تربوي تاني، إنه إن الواحد يسيب بلده ويروح بلد أخرى ويولى على الناس وينشر الإسلام، وينشر الإسلام هناك. فظل واليا على مصر من 44 وحتى عام 47. في عام 47 أراد معاوية ابن أبي سفيان أن يعزل عقبة، فأرسل واليا آخر يسمى مسلمة ابن مخلد. وكان يبدو أن معاوية يعني متحرك شوية من أن يقال لعقبة بشكل مفاجئ مسألة العزل، ولما تسحب منه الولاية تسحب منه بشكل بسيط من غير ما يبقى فيها نوع من الخلاف، كما لو كانت هي مش شيء ويتقبلها برضا. بالضبط، لا كان شيء بيسعى لها، ولما فقدها لم يفقد الكثير. ما هي وصية الصحابي عقبة بن عامر لأبنائه قبل وفاته؟ أكد عليهم على حاجة مهمة جدا اللي هي فيها جزء خاص بالرضا والقناعة بما هو موجود لديهم بالفعل، وإن هم لا يستدينوا بأي شكل من الأشكال من أي حد. أوصاهم رضي الله عنه وأرضاه قائلا لهم: يعني لا تأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث إلا الثقة، وإياكم وكتابة الشعر حتى لا يشغلكم الشعر عن قراءة القرآن الكريم. فرحم الله المجاهد عقبة بن عامر الجهني. امتدت الحياة بالصحابي عقبة بن عامر حتى العام 58 من الهجرة. عاش آخر أيامه بمصر، وأوصى قبل موته ب70 فرس ونبالها في سبيل الله ليرحل أمير الفرسان الفاتحين.